ارجع إلى كتب السيرة، لا يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين والقطع، لأنه في تلك الفترة لم يكن نبيا حتى يهتم الناس بمولده، متى ولد ومتى، ما يعرف الناس هذا. ولو كانوا يعرفون أنه نبي اهتموا بذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف الناس أنه نبي بعد 40 من عمره، لذلك صار الاهتمام بعد ذلك بأحواله وأقواله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه بإجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم بالإجماع. فنحن الآن نحتفل بموته ولا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، كأننا فرحون بموته والعياذ بالله، لأن هذا بالاتفاق توفي في 12 من ربيع الأول، لكن باختلاف هل ولد في 12 من ربيع الأول أو لا. فلا شك ترك هذا هو الأصل.